كريمة. رسجاني أهلا وسهلا فيك بحلقتنا لليوم. نحن بدنا نذكر المشاهدين أنه بالحلقة السابقة حكينا عن البيدوفيلي وتحديدا عن المتحرش أو عن البيدوفيل. اليوم بدنا ننتقل بالموضوع للأولاد يلي تعرضوا للتحرش. بداية الأولاد اللي بيتعرضوا للتحرش شو بصير فيهم؟ فإذا اليوم رح ناخد تاني شيء من الموضوع يلي هو يلي تعرض للتحرش شو بصير معه الكونسيكونس، شو النتائج من وراء هذا التحرش. أنتر بارانتيز قبل ما بلش درست أنهي هيداك الموضوع، إنه المتحرش جنسياً نحن بنعرف في بيناليتي بينحبس وبيتحاكم، بما أنه هديك المرة في جزء يعني بيناله مظبوط كريمينال كان خصوصة بالمحاكم كرمال يشتغل معهم. بدنا نشدد إنه هذا الشخص بحاجة لعلاج، مش بس ينحط بالحبس، لأنه لو انحبس ما غيرنا شيء، لأنه كمان بيزيدوا عنف يعني الحبس مبدئياً يمكن. وبالأساس هو حدا عنده تروبل، عنده كمان أمراض نفسية بحاجة. عنده بيرفيرسون سكسويال يعني كمان متابعة. ورح يبين هلأ معنا من خلال اليوم شو بدنا نحكي، أنه كمان في يكون واحد من اللي تعرضوا لتحرش مثل ما قلنا بالمرة السابقة في يصير هو متحرش، رح نعرف ليه. فإذا شو النتائج؟ النتائج مقسمة على مرحلتين، نتائج بنقلها كوخ تام ولون تام. كوخ تام بالمدى المدى القريب والمدى البعيد. على المدى القريب كمان نقسمها اثنين، شو نتائجها على الفتيات وشو نتائجها على الصبيان. بيختلفوا مبدئيا هن ذاتهم، بس بيزيد الشيء شوي عند الصبيان شغله معينه، وعند وعلى المدى البعيد صرنا نساء ورجال كمان شو النتائج اللي بدها تكمل معهم اذا اكيد ما اشتغلنا مزبوط معهم من الاساس شو ممكن يصيروا بالمستقبل 100%. كمان هون قبل ما بلش بهمني كثير وصل هيدي الفكره، انه الاهل يكونوا واعيين، بس يصير في هيدا التحرش او الاولاد يتعرضوا لاي نوع من التحرش يكونوا واعيين اول شيء، ما يكبوا الاهل بدون ما يقصدوا بتنكب هيك عبارات ملامات ملامات بمحل انديركتومون، مش ضروري تكون ديركت عن غير وعي هن راح يبين هلا هن اصلا عندهم هذا السنتيمون دو كولبابيليتي، اصلا اول شعور بالذنب فيه بالذنب، مش بحاجه بعد حدا يزيد لنا اياه زياده، لازم يتفهموه ويروحوا دغري يبرموا على العلاج كيف يصلحوا الشيء اللي انكسر، لانه عن جد في شيء كثير مهم انكسر. فإذا رح بلش على المدى القريب شو شو عواقبها نتائجها على الفتيات. أكيد بدنا نقول صار عندهم تروب إيموسيونال عاطفي يعني بيعصبوا دغري، بيخافوا كتير، الكلبابيتي الذنب بيبقى كتير عالي عندهم، الإحساس بالذنب لأنه بمحل، وخاصة إذا نحن عم نحكي عن الأولاد الصغار نحن بحلقات سابقة قلنا انه الولد بهذا العمر بعد ما بيعرف شو يعني السكسوالتي، في شعور بيقطع فيه حاجات جسديه بس بعد ما بيعرف شو هي، ما رح يعرفها قبل الادوليسانس قبل المراهقه. سو نحن جينا خليناه يحس بشيء او يمرق بشيء هو مش عارف شو هو، وخاصه مثل ما قلنا ديما بدنا بس نضبط الكل يما يدق بالميكرو لحتى نسمعك ويسمعنا المشاهدين بشكل افضل، وخاصة وقتا نجي نكب على الأولاد إنه بمحل أنتوا الحق عليكم أو بطريقة غير مباشرة، وقتا الأهل بياخدوا هيدا الطابع إنه اللي صار شيء كتير كتير كبير، هلا هو كبير بس مش حق عليهم، حق على حدا تاني، هم من الذنب عليهم 100%. سو هيدي أول شغلة. تانية شغلة كتير بصير في عنده مشاكل بالمدرسة، ما بقى يراندو ماسكولير، بيتأثر كتير، بيصير عم فيه بيصير يهرب من المدرسة، يعني بيصير في مشاكل حتى بالمدرسة. ثالث واحد بيصير في مشاكل اجتماعية، بيصير الفتيات عندهم مشاكل اجتماعية، بيصيروا بلشوا ينعزلوا، ببقى يعرفوا ياخدوا يعطوا بالمجتمع، بيصير عندهم مشاكل كتير مبينة. ورابع واحدة اللي هي على نيفو سكسويال اذا بدك، حتى الموضوع الجنسي بصير عنده بركي بيرفيرسيون حتى بهذا العمر، ويمكن اوقات يروح على يعملوا هن ريلاسيون سكسويال ابا زاج، يعني يكون بعد مش العمر انه يكونوا يبلشوا فيها. اوكي فوالا. منتابع حديثنا معك من بعد ما نتلقى اول اتصال ريما. الو الو بونجور. بونجور يا هلا، مين معنا؟ معك ريما. يا هلا ريما تفضلي. مالي معروف، انا بس بدي اسالها. انا ابني بصراحه عمره 7 سنين، فات ب8 سنين، كان دائما يلعب هو وابن جيرانه، اكبر منه ب7 سنين ابن جيرانه، عمره 13 سنه. فبعدين انا فت لعندهم فجاه على الغرفه، لقيت انه عم يتحرش فيه ابن جيرانه. انا يعني كثير انفعلت وضربته لابني وبلشت صرخ وعيط وهيك، وبعدين رجعت قعدت فهمت منه هي ثالث مره.
اخر فتره انا صرت لاحظ عليه انه بضل خايف وبدي اياني انام حده، وصار انه ينزلوا كثير لوز ويمرض كثير ويضل خايفان يعني. فبعدين انه صرنا نحكي يقتله هو ابن جيراننا بتحكيش فيه 3 مرات، بس انا اللي بدي اعرفه انه معقول بعدين يعني انه هلا هو ما عم خليه يحكي مع حدا وعم خليه حد وهيك، بس كيف بدي اتصرف؟ انا كثير يعني انه مصدومه بهالموضوع، مش عارفه كيف بدي اتصرف، وبدي اعرف انه معقول بعدين يعيدها او انه شو، كيف بدي اتصرف يعني. ريما نحن بنشكر اتصالك. ريما شو بتقولي لها؟ اكيد اكيد الرياكشن هلكنا عم نحكي عنه كانت هلا ما بنلومها اكيد، لا وام بالنهايه وعم بتشوف شو عم بيصير اكيد كانت غلط هيدا الرياكشن. هلا اكيد بنصحها دغري مع ابنها يروحوا عند سبيسياليست عند بسيكولوج لو بوغ اون سيلفو، هيدي بدي اعيدها لانه يرجع يحط الامور بنصابها. اللي عم تعمله انه خوفته على طول حد، هذا اللي قلنه ومنعته يحكي مع حدا، منعته يحكي مع حدا، بالعكس اللي عم تعمله عم تفوته بمحل ثاني بعد يمكن ياذيه اكثر. لا بدنا نرجع نفسر، وهون كنت رح اوصل للصبيان، رح كمل جوابها، رح نحكي شو بيصير عند لي غارسون. نعم. عند الصبيان هن نفس الاشياء اللي بيصير عند البنات، بس الزياده هي الهوض. بتقولي البنات ما بيكونوا مستحيين بعد بيستحيو. الخجل عند الصبيان أكتر لأنه عم يتعرض مبدئياً من حدا دي مام سكس، مش مثل البنات إنه بعد الخجل أكتر. أوكي هلا بنت يمكن هلا ما تنسوا نحن عم نعمل دراسات على شريحة معينة من المجتمع، بس إنه أكيد بتبين بمحل إنه هذا الخجل عند الصبيان أكتر، والأكتر أصعب عند الصبيان معقول توديه يخاف أو توديه على الأوموسيكسواليتي. ما عم نقول هيدا سببها، ممكن يكون سبب، ما عم نقول هيدا سببها بس ممكن يأدوا، وهون نحن عم نقول خوف الولد يوصل لهونيك. بنرجع بنقول بمحل بينه وبين حاله لشو بتودي هيدا الأمور، بتودي إنه يبلش بده يدافع عن سون إيدنتيتي ماسكولين، إنه أنا شاب، الهوية الذكورية الذكورية، فوالا بيصير فيولان، بيصير معنف، بيصير عنيف، بيروح بعد أبعد. وهون عم نحكي صرنا أدوليسان، لأنه في أولاد بالأدوليسانس بيتعرضوا للتحرش الجنسي، بالأدوليسانس كمان بيصير أكتر، بيستعمل هو يلي صار معه ضد غيره. هون بنقول في نسبة معينة معقول يصيروا هن ذاته، لأنه وين على بعض عندهم هيدا الأنجر، هيدا الكولير، الغضب، كل هيدا الفيلينجز اللي قطعوا فيها، وما نعرف نعمل لها كاناليزاسيون، ما نعرف نشغل عليها، أخذته لهونيك. فمش هيك برجع بقول لها للمدام إنه ضروري أول شيء بمحل تحسسه أنت مش غلطان، اللي عملته مش الحق عليك، خاصة ما نعرف كان الولد التاني قد إيه عمره. كمان هون لازم كيف نتعاطى مع المعنف يعني 100%، ضروري ترجع تحسسه شوي بالسيكوريتي إنه ما تعطى الهام، لأنه مش كل وقت حتكون حده، يعني معقول توصل بعدين. إحنا عم نعطي أكيد الأسوأ سيناريو إنه يصير هذا الشخص الولد بس يكبر قاعد بالبيت مقفل الأوضة عليه، ما عم يروح لمحل. سو لا بنرجع وهذا اللي قلناه بالبروبليم سوسيال، اللي بروبليم سوسيو اللي بيقطعوا فيها البنات والصبيان، انه بصير ما بقى عندهم هالعلاقه المضبوطه وبصيروا مساكين على حالهم، موصل لفام بصير عندهم ايزولمون، بيعزلوا حالهم، خلص بيعزلوا حالهم. اوكي بقى هون بدها تنتبه كثير، وضروري هون كاتيجوريك انه تشوف بسيكولوج يرجع يحط الامور بنصابه. حكينا هلا عن المدى القريب، القريب المدى البعيد. نعم فوالا، صرنا دي فام ودي زوم، صرنا نساء ورجال. كنا قلنا بالصغار كمان بيعملوا ديبريشن، بينقطعوا بهيدي اليأس الصغيرة بس بتكون كتير واضحة، بس يكبروا أكتر شيء ببين هو الديبريشن. يعني نحن هون عم نحكي بالمدى البعيد، يعني بأي عمر؟ يعني إذا كنا بلشنا الأبي على عمر صغير 6-7 سنين أو حتى أقل، المدى البعيد صرنا أدولت، يعني من بعد 18-20 وصرنا أدولت، يعني آخر الأدوليسانس أول أدولت. يعني شو معقول هودي الأمور إذا كملت وما انشغل عليها؟ نعم. قبل ما نفوت ريما بهذا الموضوع خلينا نأخذ سوا اتصال. ألو، يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك، تفضلي. لو سمحت أنا بدي أسألك سؤال. أنا وزميلة تعرضت لتحرش من جدي. نعم. فكبرت وصرت اتعب نفسيتي من هالشغله، بعدني هلا صار عمري 40 سنه وبعدني هلا بتذكر كيف عمل فيني جدي وهيك. لما تعرضتي قد ايه كان عمرك؟ 7 سنين. نعم. وهلا انه كل ما بدي عفوا اعمل علاقه مع زوجي بتذكر كثير بتعب نفسيتي. نعم. وبخاف كثير، وعندي بنتي بخاف كثير عليها حتى ما تعمل يصير فيها مثلي، كثير كثير بخاف عليها. يعني الخوف نقلتيه لبنتك؟ ايه. ريما قد ايه بيأثر اذا تعرضت لمرة او اكثر من جدة؟ ما بيأثر كذا مرة،
معك. شكرا شكرا لاتصالك. شكرا لك. تفضلي. اوكي ريوة. هون رح فوت ديركت وما تجاوب المدام لان في كذا شيء بسؤال. اول واحد اهم واحد انه هي بدها تتصالح مع، انا بقول بدها تتصالح مع الباست، ما تتصالح مع الماضي. اوكي انا حتى بروح ابعد من هيك انه الشخص اللي تعرض لنا بكل، انا بقول بكل محبه فينا نروح نقول له انا هيك هيك واذيتني بهذا المحل، فينا ما نوصل له. بس نحن بعمر السبع سنين وكان في تحرش. لا هلا هلا عم نحكي. بس هون نعم. ريما في نقطه كثير مهمه انه التحرش ما صار مره، صار عده مرات، وهي بعمر السبع سنين. بهالعمر شو ممكن الولد يصير فيه او شو لازم يعمل؟ صح. او الاهل هون ما بعرف. هون رديتيني على نقطه كثير مهمه حكيناها قبل، الثقه بين الاهل والولد انه انا بس يصير هيك، خاصه من جرانبير، من حدا بقلب العائله، اللي هو مصدر ثقة وحماية. للأسف هو مصدر ثقة وحماية. وللأسف الأهل بعدنا بمجتمعات معينة بنقول اوعى يمكن تكلها قتل البنت، سوري على التعبير، رح اقولها مثل ما هي، انه هيدا جدي كيف عم تحكي هيك، مش معقول يعمل هيك. فبعد بتحس حالها فرستري أكثر. بليز هيدا الموضوع كثير مهم، الأهل قد ايه بيكونوا واعيين انه لو مين ما كان، انا بقول لهم من البابا ونزول هذا الموضوع في يصير، وإذا صار بدنا نكون هالقد واعيين نقدر نكون واقف حدهم. هون بقول الأهل قد مش هيك بلش فيها أول نقطة، دور الأهل كثير مهم، يتفهموا يصدقوا ويعطوا ثقه ويقولوا لهم مش الحق عليك، ومن هون رايح بنشتغل على الموضوع. فاذا شو صار عند لادام؟ الاشياء اللي بتصير انه هي هيدي الديفياسيون سيكسويال، ببطل عندهم هيدي النوسيون مظبوطه على في سيكسويال، انحراف نوعا ما، فيها توصلهم على غير مواضيع، وفيها تسبب هذا الموضوع، فيها تكون عندها ديبرسيون، فيها توصل على السويسيد، على الانتحار، والايزول ما بتقعد لوحده، الانعزال والانزواء. ريما اكيد هذا الموضوع بده حلقات كثير لحتى نوفي حقه، ونحن اكيد رح نتابع معك بحلقات مقبله لحتى نحكي اكثر واكثر عن هالموضوع المهم. اهلا وسهلا فيك ريما.